متابعي قناه افاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. احنا الان تنتواجدوا بالمدينه القديمه لمدينه الدار البيضاء، وبالضبط امام جامع عود الحمراء اللي يعد من اشهر المساجد على مستوى المدينه القديمه لمدينه الدار البيضاء. جينا لهنا باش نطرحوا واحد السؤال عريض، علاش المدينه القديمه للعاصمه الاقتصاديه ما قدرتش تجر مدينه الدار البيضاء باش تحول الى وجهه سياحيه بحال مجموعه من المدن الكثيره من بينها فاس، مراكش ومدينه مكناس؟ من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي موسى سراج الدين، رئيس جمعيه اولاد المدينه. السي موسى سراج الدين، مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. علاش المدينه القديمه للعاصمه الاقتصاديه ما قدرتش تجر المدينه باش تحول الى وجهه سياحيه بحال الا شفنا مثلا مراكش، فاس، مكناس؟ بزاف انه في البرنامج ديال المدينه القديمه وخصوصا البرنامج ديال اعاده هيكله المدينه القديمه اللي عطينا فيه الشيء الكثير، يعني انه يكفي انه نتكلموا على 8 ديال الزيارات الملكيه، ونتكلموا على مونتاج ديال واحد البروجي اللي دخل في اعاده الهيكله اللي فيها الاسوار التاريخيه وفيها مجموعه من المؤسسات اللي تعودات، ولكن خلينا الانسان لانه كانت واحد العمليه ديال الترحيل. نورمالمون الى هذا تكلمتي على فاس، خلينا السكينه ديال فاس ودرنا اعاده الهيكله ديال المنازل، على عكس المدينه القديمه ديال الدار البيضاء اللي مازال كنسمعوا فيها الدور الى السقوط، مازال كنسمعوا انه كاين بعض المناطق اللي ما دارتش فيها سميتو ما دارتش فيها اعاده الهيكله بالنسبه للقنوات ديال الصرف الصحي، وكنذكر مثلا زنقه التناكر. كاين مجموعه من الحوايج اللي ما كانتش كامله، لانه البروجي فاش تحط هو من اجل هذاك الانسان في المدينه القديمه يبقى في مدينته ونحسنوا الوضعيه باش يكون هو. يعني كاين قلتي المونتاج المالي، يعني الا بغينا نفهموا كاين الاراده السياسيه باش تحول هذه المدينه القديمه الى يعني وجهه سياحيه، ولكن شنو المشكل اللي وقع؟ كاين الاراده الملكيه والاراده السياسيه، ولكن اللي وقع انه بعد التداخل، لانه كتعرف مثلا ملي كنهضروا على الشري الساحلي كنهضروا على المارينا، كان خصها تاخذ واحد 30% من الساكنه ديال المدينه القديمه كيف ما كان كيتخلينا في الاول. لانه في الاول في العهد السيد العامل السفير اللي من بعد صلاح والي كان عندنا هذه الفكره، هذا يعني شاركنا في هذا البرنامج ديال اعاده الهيكله، بل انه اسسنا ليه. ولكن اليوم من بعد جاو بعض العمال اللي ما عطاوش القيمه ديالو، يعني خلاو غادي باستثناء مثلا عاوتاني غادي نذكر العام السابق العفيرات اللي عاود حيينا هذاك الشيء وبدينا خدامين. يبقي واقع ما وقع عاوتاني عاود توقفت الامور. كاين الا هضرنا على الاراده الملكيه والاراده السياسيه، ولكن الادوات ديال التنفيذ، لانه الى خديت الفتره ديال السيد العامل مثلا سفير والولي سفير والفتره ديال العفيرات، من بعد منها بدات الامور ما بقاتش واضحه. طرحتي واحد المساله اللي هي مهمه، قلتي بان في مدن فاس ولا سيرسو فاس بانه المدينه القديمه بقاو فيها السكان ديالها. في المدينه القديمه تاع الدار البيضاء تشوف واحد موجه تاع الترحيل نحو المحيط تاع الدار البيضاء، والناس تاع المدينه القديمه يعني مجموعه منهم ما بقاش ساكنين فيها. هذا هو المشكل دابا اللي واقع عندنا، لانه ما يمكنش يقود الخطيره ديال المدينه القديمه باش يمكن ديرها كخطيره سياحيه الى ولاد المنطقه. لانه ملي جينا لمجموعه من المؤسسات اللي شنا مثلا ناخذوا دار الاجيال ناخذوا هذا، ما فيهاش الناس ديال المدينه القديمه، لانه كان كيتخصنا المجتمع المدني ديال المدينه القديمه، كيتخصنا الساكنه ديال المدينه القديمه هي اللي تفعل. لانه المره الاولى حنايا ملي مشينا كنوضعوا البرامج ديال اعاده الهيكله وضعناها برفقه الساكنه المدينه القديمه، ولكن من بعد ولات مجموعه من المؤسسات اللي هي مؤسسات دارت الصناعه التقليديه ديال المدينه القديمه، دارت مثلا كاين خص تكون عندنا دار الاجيال ديال المدينه القديمه، اللي بدات كتعطى للناس خارج المدينه القديمه او جمعيات ديال الموظفين، في حين كان عندنا الاشراك ديال لانه ملي ما كتشاركش الساكنه، لانه البرنامج في الاطار ديالو هو اشراك ديك الساكنه باش تكون هي القاطره اللي غادا تقود المدينه القديمه ومن خلالها مدينه الدار البيضاء نحو السياحه وتعطيها هذاك الاشعاع. هو الصوره تاع المدينه القديمه عند البيضاوي يعني ترتبط فقط بهذاك الدور الايلة السقوط في المدينه القديمه، الدور المهدده بالسقوط في المدينه القديمه، هذه الصوره اللي عند السكان تاع الدار البيضاء على العدالة. هذا ممكن ان نقول لك هو مخطط ديال لوبي العقار من اجل الاستيلاء على عقارات داخل المدينه. كتعرف انه ملي كتجي دابايا غادي تمشي تبيع مثلا خارج ارض الوطن وغادي تبيع حي الملاح، حي الملاح هو حي يهودي. إذا تم ترحيل السكينة ديالو، هذه واحد الصورة اللي كتعطى كنسميها يعني ديما كانوا يقتلوا فيه اليهود، كنسميها واحد هذه الصورة هذه كيديروها باش يبعدوا سكينة المدينة القديمة ويبعدوا ذاك المستثمر،
حنا ماشي كيتقال مثلا المدينه القديمه الدور الى السقوط الاجرام، بالعكس حنا دابا وسط المدينه القديمه، يعني حنا في المؤسسه اللي كان فيها المقيم العام اللي هي تابعه لاحد النقابات، حنا دابا كنتواجدوا في مسجد ولد الحمراء، يعني وانتم تساريتوا يعني ما كاينش هذيك الصوره اللي كيعطيهم. هذا لوبي عقاري اللي كيحاول يستولي على هذوك المنازل اللي كاينه وذوك البقاع الارضيه، في حين ان البرنامج ديال اعاده الهيكله هو من جاء من اجل تحسين الوضعيه ديال الساكنه المدينه القديمه، وهذا ما ترافعنا عنه واللي كان لا عند السيد العام اللي هو مدير ديال الجامعات المحليه الان، ولا السيد العام السابق السي عفيرات اللي كان عندنا معاه برنامج. يعني يكفي نقول لكم انا وجمعيتي انا استقبلت 5 سوايع ونص في المكتب ديالو. نتمنى انه يرجع كوالي في مدينه الدار البيضاء باش يمكننا نحلو، لانه قلنا الاراده الملكيه والاراده السياسيه ها هي كاينه، كاينين الناس اللي كانوا في البرنامج هما مستعدين، ولكن درت واحد الكاش ميزاج. هضرنا على الاراده السياسيه، بالنسبه لك انت ايضا مستشار داخل مقاطعه سيدي بيوت، واش المجلس الحالي لهذه المقاطعه مستحضر هذه الاشكاليات على المدينه القديمه؟ بالطبع نحن نترافع بشكل يومي وبشكل دوري مع الوكاله الحضريه. خصكم تعرفوا انه المدينه القديمه كتوزع جوج حوايج، ملي كنهضروا على داخل السور فالمسؤوليه والامر بالصرف برنامج ديال اعاده هيكله المدينه القديمه هي الوكاله الحضريه. يعني نحن اليوم في اطار الترافع باش نحيوا هذا المشروع، باش يستمر هذا المشروع ديال اعاده هيكله لصالح ساكنه المدينه القديمه. اليوم ما مطلوبش منا من بعد 8 ديال الزيارات الملكيه ومن بعد هذاك البرنامج ديال اعاده الهيكله نبقاو نسمعوا ديور طاحوا في المدينه، نبقاو نهضروا على الكهرباء راه ما كاينش. عندنا اشكال واحد اخر هو هذاك المشاربي اللي دار، وهو يشكل خطرا الا شعلت شي عافيه ولا شي حاجه الطريقه باش دار. كنا ضد انه يدار هذاك المشاربي، لانه اعطانا الظلام بالنسبه للمحلات، واعطانا انه الكهرباء وهذا نقص، واعطانا الحساسيه، لانه يكفي انك قتلتي هذوك لي زيطاج اللي الفوق. يعني ماشي ضروري انني نجيب واحد البعض يقول انه عطى واحد المنظر جمالي بالنسبه لهذيك المنظر الجمالي. الان جميع التجار ولا هذا كيتشكاو من هذاك المنظر، لانه شنو كيوقع؟ هذاك المشاربي هذاك العود اللي دار خنق لينا المدينه وخنق السكينه. مثلا واحد الى عنده فوق هذاك ليطاج هذو كنديروهم اللي كتكون عندنا الاير بليس 1 ولا بليس 2، ملي ما كتكون عندي الاير بليس 3 ولا هذا قتلت هذوك الطبقات الفوق. اكثر من هذا بانه القطاط، عندنا واحد الظاهره اخرى هي ظاهره ديال هاد الحمقى اللي مطلقين في الشوارع او المتخلى عنهم، يعني انهم مطلقين في الشوارع ما مفهومش علاش كيتكونسونطراو في المدينه. وانا دائما احمل اللوبي العقاري هذه المسؤوليه هذه، لانه بعض المرات كتبان لنا شي حوايج كتجي سبونطاني ولكن كتكون مخطط لها، لانه ما يمكنش اليوم نشوفوا وسط السياح وسط مثلا زنقه ارسلان ولا عند الذهبيه ولا هذا في الوقيته اللي عندي السياح وهذا مجموعه من الحماق مطلقين في الشوارع يتحمل المسؤوليه. كاين البعض يقول بان في العوض ما ان دائما نشوف القضيه تاع الترحيل تاع السكان تاع المدينه القديمه، ندير واحد خطه جديده هي ترميم هذه المنازل اللي كاينه في المدينه القديمه ويبقاو السكان ديالها مستقرين في المدينه. نورمالمون الاصل راه هو هذا، الاصل هو كناخذ باتي بار باتي، غناخذ مجموعه غيسكنوا عدد الناس الاخرين كنرمم، وهذا ما وقع في فاس. فاس تعطات لهم مبالغ ماليه من اجل اعاده الترميم. حنا في المرحله الاولى اللي كانت فيها 33 مليار وجات المرحله الثانيه ديال 30 مليار عاد بدينا كنديروا. مثلا اليوم ممكن نهضر على دار اجيال اللي هو في كيدير فيه التلقيح الفو بلافون ديالو كيطيح، دابا ممكن اننا الفو بلافون ديالو كيطيح وفيه عمليه ديال التلقيح. فينا هو لوتروتيان؟ فينا هما هاد الناس اللي نورمالمون هذا كانت خصها تعطى لمجموعه من الجمعيات ولا مجموعه من المؤسسات اللي هي داخل المدينه، اعطيناه وكنخليوه. هادو اشكاليات، يعني انه انا في الطريق حتى كيعيطوا ليا كيقولوا لي راه كاين هذاك الفو بلافون اللي ما كيطلع وهذا. عمله مدينه الدار البيضاء تدير ولا النواب ديالها تدير زيارات لمجموعه من المناطق، واش جاو للمدينه القديمه داروا فيها؟ مازال ما جاوش للمدينه القديمه. نتمنى ان السيده رئيسه المجلس الجامعي لمدينه الدار البيضاء تجي عندنا للمدينه ونجيبوا واحد الزياره رفقتها الرئيسه ديالنا، انها باش لانه كاين مجموعه من المشاريع اللي كتطلب مبالغ لا توجد الا عند المدينه القديمه. وحنا كان في اطار البرنامج ديالنا انه وضعنا مجموعه من البرامج اللي كيتخص التمويل ديالها من مجلس مدينه الدار البيضاء. سي موسى سراج الدين، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس براس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.